طب عندنا أسئلة كتير إيمان، في في هدى بتقول ان هي عندها موضوع مهم جدا، ازمه العمر حصلت ليها بعد سن المعاش تحديدا، وبتقول اصبحنا وجها لوجه قدام بعض بعد 24 ساعه وبعد جواز الاولاد بعد معاشها، وتراكمات السنين كلها عملت بينا ازمه لدرجه الوصول لان هو بيضربني في السن ده واهانات وتجريح وطلب للطلاق، لكن مفيش فايده في انهاء الازمه بينا. حلو. يعني في الحاله دي اولا الدرس المستفاد من الكيس دي او من الحاله دي لكل بقى الصغننين اللي داخلين على جواز هنقول ايه؟ احنا دايما بنقول كلمه لطيفه قوي، بنقول ايه؟ ورحمه، موده ورحمه. موده لمين؟ للصغيره والصغير. الشباب يبقى بينهم موده، والكبار بينهم رحمه. فلما بنحط رصيد الموده واحنا صغيرين بنسحب منه رحمه واحنا كبار، نزرع موده نحصد رحمه بسن الكبر. فعشان كده دايما بقول للناس في المرحله السنيه بتاعه الستينيات وما فوق ده احنا بنسميه او انا بسميه مرحله الرفقه، اللي هو ايه بقى؟ خلصنا جواز وخلصنا ولاد. ده في ناس بتبقى مستنيه يا استاذه سماح تجوز الولاد عشان تتطلق. بالظبط، للاسف. قالك عشان منظر الولاد وعشان الناس هياكلوا وشنا ويقولوا علينا عارفة. ايه ليه بقى بيبقوا مستنيين عشان يتطلقوا؟ لان التراكمات حسست الاثنين ان العشره استحالت. تمام. بس في كيس استثنائيه او حالات استثنائيه، ان احيانا بعد سن الخروج على المعاش بيبقى في حاله تغييرات صحيه ونفسيه عند الراجل او عند الست بيتحول، فبرضه دي محتاجه زي ما حضرتك قلتي الرحمه مش طبعه كده. طب احنا عندنا وقت نقول سؤال كمان؟ ما عندناش. كان في بس سؤال عن الخرس الزوجي سريعا. طيب الخرس الزوجي اللي هو في البيت ما بيتكلمش خالص او بتتكلمش خالص، لكن في التليفون ما شاء الله. روتين وارض مشترك. روتين وارض مشترك. اقضي على الروتين واخلقي ارض مشترك. انزلي بالروتين واطلعي بالارض المشتركه. واطلعي بالانشطه المشتركه. حلوه. رياضه، مزاج، ركوره، اي حاجه ديكور البيت، نعرف احنا الاثنين نرغي فيها 100 100. يعني دكتور سماح ما يتشبعش من الكلام معاكي ومن نصايحك العقلانيه الحكيمه، ودي من الحاجات اللي انا بحبها وكلنا بنحبها فيكي جدا. بنحاول على قد ما نقدر ان شاء الله نتقابل قريب في موضوع تاني، ربنا يجعله كده في ميزان حسناتنا، لو قدرنا ان احنا نساعد بيه ازواج وزوجات ان هم يبعدوا بعد الشر عن الطلاق او عن خراب البيوت. ربنا يحميهم كلهم.